الصورة التي ذكرتها الأخت الفاضلة إن امرأة عندها مال وليس عندها دكان، تأتيها أخرى لتشتري بعض الأشياء، فتوكل هي من مع المرأة التي تريد البضاعة أو هذه السلعة، تقول لها خذي هذا المال وأنا وكلتك في الشراء، فهل هذا من الربا؟ الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله عليه الصلاة والسلام. السؤال يعني نقسمه إلى قسمين. نعم. القسم الأول البيع لا يصح إلا بامتلاك السلعة وبضمانها وحوزتها وعدم إلزام البائع بالشراء. هذه شروط لابد أن تتوافر في صحة البيع. البائع لابد أن يمتلك السلعة وأن يضمن السلعة وأن يحوزها وألا يلزم المشتري بالشراء. لابد أن تتوافر هذه الشروط. نأتي للوكالة. يجوز للبائع أن يوكل من يذهب للسوق يشتري له، يأتيه بالسلعة له، يبقى الوكالة للبائع ويتملك البائع السلعة ثم يبيعها للمشتري. نعم، جزاكم الله خير شيخنا الكريم.